الآن الوضع في غزة، حضرتك قلت أنك أرقام كبيرة في سواء الأيتام أو الذين فقدوا العائل، ما هي مسؤولية الأمة تجاه أطفال غزة؟ الحقيقة أنه مسؤولية الأمة مسؤولية عظيمة تجاه غزة في كل ما يحدث، ليس فقط في اليتم. يعني إحنا صحيح نتعرض لموضوع اليتم وأتوقع غيرنا نتحدث، مسؤولية الأمة كبيرة. ويعني أنا أشبه بقضية اعتبارية، غزة كأنها اليوم هي بذاتها يتيمة، كما المسجد الأقصى للأسف يتيمة، لأن الراعي والأب الذي الأصل أن يعتني بها ويرعاها ويحافظ عنها ويدفع عنها فقد اليوم للأسف، وهو جملة الأمة. لذلك أقول أنه يعني واجب الأمة واجب كبير على باتجاه غزة وباتجاه فلسطين وباتجاه كل مكان من أماكن التي فيها صراع لهذه الأمة. لكن نقول اليوم على الأخ أنه إذا خصصنا في غزة اليوم ما يحدث من تدمير وما يحدث من تدمير منهجي يراد به الإنسان ويراد به قتل المكون الفلسطيني في غزة والشعب الفلسطيني في غزة ويراد به الإبادة، في مقابله على الأمة أن تقف وقفة تاريخية مع أهل غزة بأن يعني يحققوا، لا يحققوا للاحتلال ما يريد ولا يحققوا للصهاينة ما يريد، ويشعر هؤلاء في كل منزل من منازلهم وفي كل خيمة من خيمهم أننا كأمة معكم. هذه قضية نفسية مهمة جدا الآن، يعني هذه نوع من أنواع الكفالة، كفالة كل أهل غزة وكفالة الإنسان الصامد على أرضه. هذا الصمود وهذا الصبر الذي يصبرونه على أرضهم لم يمر في التاريخ أخي مجاهد، لم يمر في التاريخ. وأنا يعني تجرأت وقلت والله صبر هؤلاء واحتسابهم أنموذج لم يمر في التاريخ حتى في عهد الصحابة. لأجل ذلك واجبنا كأمة واجب كبير، واجبنا رعاية هؤلاء الأبناء جميعا، أن تحقق إذا ما قدر الله سبحانه وتعالى أن تضع الحرب أوزارها أنواع مختلفة من الكفالات. لدينا كفالة هؤلاء الأيتام، لدينا كفالة المساكن التي هدمت على رؤوس أصحابها في إعادة بنائها،